This conference will now be recorded. السلام عليكم شباب. محاضرتنا اليوم Length Volumes and Capacities. راح نشرح لكم على هذا البرنامج وننزلها إن شاء الله على اليوتيوب مثل محاضرة دكتور محمد. وإن شاء الله تكون واضح الشرح والتصوير. Length volumes and capacities. Determination of length volumes is used to. يعني شنو الغاية إحنا نعرف length volumes and capacities. To assess the efficiency of the respiratory and to diagnose respiratory disease. حتى نقيم efficiency of respiratory system. فعالية وقابلية الجهاز التنفسي وحتى نشخص التنفسي. Lung volume is measured directly by spirometer. شلون راح نقيس lung volume؟ نقيسه بجهاز هو السبيرومتر، بعدين نراويكم الصورة مالته. Or by other method، طريقة ثانية هي عندنا يسموها الغاز ديليوشن تكنيك. Lung capacity is the sum of two or more lung volumes. احنا عرفنا راح نعرف lung volume. Lung capacity هي عبارة عن مجموع 2 فوليوم or more. It is therefore a derived value. إذن هي يعني قيمة مشتقة. هسه راح تشوفون كل capacity هي جايتنا من مجموع 2 فوليوم أو 3. There are 4 lung volumes and 4 lung capacities. عندنا بهاي الحالة 4 lung volume و 4 lung capacity. The value given are typically for 70 kg man when standing. كل القيم المأخوذة هي مأخوذة لرجل وزنه 70 بالستاندر ويكون بالستاندينج بوزيشن بحالة الوقوف، لأن اللنج فوليوم تتأثر لنا بالبوزيشن. بس بعدين راح تشوفون عندنا البوزيشن اللاينج سوباين بوزيشن والستاندينج بوزيشن الأبرايت بوزيشن يأثرن على الاف ار سي أو الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. بعدين نجي فعندنا الفور فوليومز. أول واحد هو التايدل فوليوم اللي هو الرمز مالته، راح تشوفوا هذا ستاندر الرمز مالته في تي. النورمال رينج مالته هو 500 مول. عادة التايدل فوليوم نحسبه مول بير كي جي، يعني بالأدلت اللي قلنا هو وزنهم 70 إذا حسبناه نحسبه هو 7 مول بير كي جي، ف 7 في 70 يعني 490، فهو تقريبا 500 مول. فالتايدل فوليوم is the volume، هذا تعريف التايدل فوليوم، is the volume of air inspired per breath during normal quiet breathing. هو النفس اللي ناخده بالinspiration أو expiration بالquiet breathing. شايف نحن نتنفس بصورة طبيعية مو deep breathing، هذا النفس العادي مالتنا. فالinspiration أو expiration يعني أي واحد منهم فهو هذا التايدل فوليوم. زين، الانسباراتوري ريزيرف فوليوم اللي قيمته 2500 مول، المختصر ماله الاي ار في، is the volume of additional air that can be inspired over and above tidal volume. احنا مو قلنا النفس التايدل فوليوم هو الكوايت ريسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن؟ اذا لا، مو بحاله الكوايت، اذا بالانسبيريشن احنا مو نتنفس طبيعي، هذا النفس العادي. إذا أخذت فوق الانسبيريشن deep breath بعمق أخذت نفس، فهو هذا الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، is the volume of additional air that can be inspired over and above tidal volume. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو عكس الانسبيراتوري، هو is the volume of additional air that can be expired following normal tidal exhalation. زين؟ زين، هسه عرفنا تايدل فوليوم انسبيريشن بالكوايت، وعرفنا بالديب انسبيريشن اكسبيريشن. زين، اذا اذني كلهن خذت نفساني عميق وسويت اكسبيريشن ديب اكسليشن او اكسبيريشن ماكسيمم، زين بهاي الحاله اللنج راح تفرغ من الاير، ما يبقى بها هواء داخل اللنج؟ لا، عندنا يبقى هو يسموه residual volume.
اللي قيمته 1500 مول. فالريزيجوال فوليوم از ذا فوليوم، هذا تعريف مالته مهم، از ذا فوليوم اوف اير ذات ريمينز ان ذا لانجز فولوينج ماكسيمم اكسبيريشن. يعني نسوي ماكسيمم اكسبيريشن ولا طلع الهواء بصدره كله، فالمتبقي هو الريزيجوال فوليوم. فذني الاربعه هنا عندنا الفور فوليومز. هنا عندنا بالرسم اذا تلاحظون ذني الفور هذا المخطط كلش مهم مال لانج فوليوم. طبعا هو هذا المخطط هو ب اكس اكسس وبي عندنا الواي اكسس، محور سيني محور صادي. عندنا هذا النورمال تايدل فوليوم باو، هذا النورمال بريثنج انسبيريشن، هذا اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن وهكذا. عفوا كمل زين، هذا انسبيرينج اكسبيريشن. بعدين اذا اخذنا ديب انسبيريشن ابوف تايدل فوليوم هذا هو الانسبيراتور ريزيرف فوليوم. اذا اخذنا ديب او ماكسيمم اكسبيريشن ابوف تايدل فوليوم هذا هو الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم. زين، فصار عندنا تايدل فوليوم انسبيراتور ريزيرف فوليوم اكسبيراتور ريزيرف فوليوم. اللي بقى اللي ما قدرنا نطلعه بالاكسبيريشن هذا هو الريزيجوال فوليوم، هذا هو المتبقي. زين، هذا هو المتبقي هو الريزيجوال فوليوم. من عرفنا ذن الاربعه الفوليومز راح على ضوئهن نشتق الكاباسيتيز الاربعه اللي بقت. احنا مو قلنا الكاباسيتيز هي قيمه مشتقه اللي جايتنا من تو فوليومز اور مور. فعندنا لان كاباسيتيز فور كاباسيتيز. اول كاباسيتيز هي الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي او الاف ار سي. مين جايتنا؟ هاي جايتنا من الريزيجوال فوليوم زائد الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم، تو فوليومز ريزيجوال فوليوم والاكسبيراتور ريزيرف فوليوم قيمتهم اثنين، واحده 1500 واحده 1500 راح يعطينا 3000 مول يعني 3 لتر. الفايتال كاباسيتي، هنا الفايتال كاباسيتي ثلاثه، نجمع ثلاثه فوليوم من اللي هي منو؟ الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم، التايدل فوليوم والاكسبيراتور ريزيرف فوليوم. يعني ثلاثتين اخذ نورمال بريثنج وبعدين اخذ ماكسيمم انسبيريشن وبعدين ماكسيمم اكسبيريشن، هذه يسموه الفايتال كاباسيتي. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا الانسبيراتوري كاباسيتي. هنا ايش تشمل؟ تشمل لنا التايدل فوليوم والانسبيراتور ريزيرف فوليوم. اخر شيء اخر كاباسيتي عندنا هي التي ال سي توتال لان كاباسيتي اللي تشملهم كلهم، ريزيجوال فوليوم اكسبيرت ريزيرف فوليوم تايدل فوليوم انسبيرت ريزيرف فوليوم. ايش قد القيمه مالته؟ التوتال لان كاباسيتي هي 6 لترات 6000 مول، هاي هي التوتال لان كاباسيتي. زين، هسه شلون نقيسين؟ مثل ما قلنا بالبدايه كل الفوليومز هي تنقاس لنا بالسباروميتر عدا الريزيجوال فوليوم. زين، عدا الريزيجوال فوليوم ما نقدر نقيسها بالسباروميتر مثل ما قلنا، لان هي الهواء المتبقي باللن، فاحنا بننفخ بالسباروميتر ما راح نقدر نطلع هذا الهواء. فبهاي الحاله باي ديفينيشن ريزيجوال فوليوم از ذا فوليوم اوف غاز ذات ريمينز ان ذا لنج ات ذا اند اوف ماكسيمم اكسبيريشن ذيرفور كان نوت بي دايركتلي ميجر، لذلك ما نقدر نقيسها بصوره مباشره. ان كونسيكونس اني كاباسيتيز that include residual volume also cannot be directly measured by spirometer. وبالتالي كل capacity مأخوذة أو مشتقة من residual volume ما نقدر نقيسها بالspirometer. منو عندنا اللي مشتقة بها residual volume؟ عندنا total lung capacity قلنا كلهم بما فيهن residual volume، والfunctional residual capacity هي expiratory reserve volume وياها residual volume. Instead FRC can be calculated by one of the following three methods. شلون راح نقيسه إذن؟ إذا ما نقيسه بالسباروميتر عندنا other method هي الغاز ديليوشن أو البادي بليثموسموغرافي والمالتيبل بريث نيتروجين وشاور، ذن الطرق اللي نقيس بهن الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. هذا هو السباروميتر، هذا هو السباروميتر اللي هو فلو ميجر سباروميتر باعه بالضبط. نطلب من طبعا من البيشنت ياخذ لنا بدايه نورمال بريثنج اللي هو تايدل فوليوم وبعدين ديب انسبيريشن وديب اكسبيريشن وهكذا لحد ما نقيس كل الفوليومز اللي نقيسها بواسطه السبايروميتر.
زين، هذا الرسم اللي موجود بالمحاضرة كلش مهم، يعطينا 4 volumes يعني الأربع volumes، وبعدين من عرفنا ال 4 volumes راح نعرف ال 4 capacities. شوفوا هاي تايدل فوليوم 500 مل، هذا هو النورمال. الانسباراتر ريزيرف فوليوم اللي هو 2500، هذا أبوف تايدل فوليوم. البلو تايدل فوليوم هو الانسباراتر ريزيرف فوليوم. المتبقي اللي هو الريزيدوال فوليوم. بعدين نيجي على الكاباسيتيز الأربعة. أول كاباسيتيز هي الانسباراتري كاباسيتي اللي هي تشمل لنا الانسباراتر ريزيرف فوليوم والتايدل فوليوم. بعدين منو تجينا اللي تشمل لنا الريزيدوال فوليوم، هي الاكسبارات ريزيرف فوليوم ويا من ويا الريزيدوال فوليوم يعطينا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتيز. بعدين الفايتال كاباسيتيز، هذا كلش مهم الفايتال كاباسيتيز، بعدين نعرف به نشخص الامراض اللي هي ريستريكتيف وابستراكتيف لانج ديزيز. هو يشمل لنا كل الانسبارات ريزيرف فوليوم، تايدل فوليوم، اكسبارات ريزيرف فوليوم، عدا الريزيدوال فوليوم. واخر شيء قلنا كل الفوليومز الاربعه اللي هو التوتال لانج كاباسيتي اللي قلنا قيمته تساوي من 6 لترات، يعني 6000 ملل لتر. زين، هسه نيجي على كلينيكال ريليفانس، يعني هسه نشوف شنو العلاقه السريريه بالحكي اللي قلناه. طبعا مادتنا اسمها الابلايد فيسيولوجي، تعطينا الشغلات الريليتد بشغلنا كانستيزيا، شلون استفاد منها المريض، شلون استفاد منها. زين، فعندنا اول شيء تاد الفوليوم. تاد الفوليوم مثل ما قلنا بالميكانيكال فنتليتد بيشنت هو بالادلت الوزن 70 مقارب ال 500 مل. زين، او نحسبه مثل ما قلنا فور بير كي جي، يعني 7 مل بير كي جي. فاذا هنا اذا زيدنا تاد الفوليوم عن السبعه او عن العشره بحالات، طبعا مرات بالنورمال ومرات بالاب نورمال بالباثولوجيكال بروبلم مثل مرضى جماعه الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، فعندنا اول كومبليكيشن هو الفوليو تروما. فوليو تروما هي من اسمها بين فوليو يعني فوليوم، تروما يعني اصابه او ضربه، فمن نزيد الفوليوم راح يسبب لنا تروما. سيسوينا هذا الفوليو تروما، سوينا ديفيوز الفيولار دامج، ديفيوز الفيولار دامج كوزد باي اوفر ديستنشن اوف بلاك. تراديشنالي تايدل فوليومز اوف 12 مول بير كي جي وير delivered to the mechanical ventilated patient. This high volume ventilation strategy is now thought to be caused volume trauma and lung damage. يعني المصنعين الفنتيليتر كانوا يخلون هذا الفوليوم نورمال 12 مل بير كي جي، هذا شافوا هو يسوي لنا volume trauma. Most intensive care unit have adopted a low tidal volume ventilation strategy. كل مرضى او اغلب العنايات المركزه كانوا يستعملون اللو تايدل فوليوم استراتيجي اللي هو ينزل، احنا مو قلنا سبعه، مرات يصير جو السبعه يعني سته او مرات حتى اربعه، فسته مول بير كي جي as it has been shown to reduce mortality in patient with acute respiratory distress syndrome. شافوا ان يقللون التايدل فوليوم يقلل لنا المورتاليتي ريت بالمرضى الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. الاي ار دي اس هو اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. Other complication عندنا هو البارو تروما. هناك فوليو تروما، هنا بارو تروما. كلمة بارو مثل ما تعرفون بالترمينولوجي هي عبارة عن بريشر، معناها بارو يعني بريشر يعني ضغط. فإذا زيدنا الضغط داخل الايرواي، تعرفون الايرواي بي نورمال بريشر، الايرواي بريشر، فايش يسوينا؟ يسوي إذا زيدنا يسوينا damage to the lungs as a result of high airway pressure. Strategies to prevent baro trauma include maintenance of peak airway pressure اللي هو below 35 سنتيمتر H2O، أو البلاتو airway pressure P plateau below 30 سنتيمتر H2O. عندنا two pressure موجود بالrespiratory system، peak airway pressure والبلاتو airway pressure. حتى نحافظ على lung ما يصير به baro trauma لازم نستعمل الـ below 35 وجو الـ 30 سنتيمتر H2O. If a patient has particularly poor lung compliance, for example ARDS، إذا المطاوعة مالت اللنج تكون poor خاصة بمرضى الـ acute respiratory distress syndrome، تصير بالضبط يشبهون اللنج مالتهم مثل الإسفنجة. ف ventilation using lung protective parameter لازم نستعملهم استراتيجي تكون low tidal volume و low pressure. low tidal volume هو 6 مول بير كي جي،
والبي بلاتو اقل من 30 سنتيمتر، اقل او يساوي 30 سنتيمتر الشؤون. هذا اللي نسميه لانج بروتكتيف فنتيليشن استراتيجي. فاذا جبت لك ضمن الاختيارات لانج بروتكتيف فنتيليشن استراتيجي ايش تشمل لنا، لازم تعرف لي هي تقول لي يساوي التادر فوليوم 6 مول بير كي جي، والبي بلاتو اقل او يساوي 30 سنتيمتر H2O. فصار عندنا تو كومبليكيشن لازم نتجنبها، هي الفوليوتروما والباروتروما. نيجي على الاف ار سي اللي هو اهم محاضرتنا، الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي. الاف ار سي ذا ستارتنج بوينت اوف تايدل بريثنج، هو الستارتنج بوينت مال تايدل بريثنج. كنورمال فيزيولوجي اوف ريسبيريشن ات اند اكسبيريشن ذا انسبيراتوري اند اكسبيراتوري ماسلز ار ريلاكس. بحالة نهاية الإكسباريشن، واحد شايف أنتم من بالزفير نهايته كل عضلات الجهاز التنفسي الإنسباراتري للشهيق والزفير تكون ريلاكس. والإنوارد إلاستيك فورس أوف ذا لانج، شون اللانج هي ترجع نفسها بالإلاستيك فورس، أكو بيها مطاطية تخلي اللانج ترجع المكانها اللي موجودة بالبارانكايما اللي موجود بيها بالتشو، إلاستيك تشو أنسجة مطاطية موجودة هي ترجع لنا البرانكايما للنورمال. هنا بهاي الحالة اثنينهن بالنهاية الإكسبيريشن يكون اثنينهن exactly equal، مساويات ومتعاكسات بالاتجاه to the force with with which the chest wall spring outward. زين لذلك يكون الإنسباراتوري وإكسباراتوري مسل relax. زين حس الـ FRC is physiologically important for three reasons. ثلاث أسباب تخلينا الـ FRC مهم فيسيولوجيكيا. أول شيء هو auto buffer، يشتغلنا كـ auto buffer. The air within FRC act as auto buffer during normal breathing. خلال normal breathing موجود عندنا FRC خزين داخل الحويصلات، هو يكون هذا عبارة عن buffering. Auto continuously diffuse from the alveoli to the pulmonary capillary، وهذا راح يستمر بالتالي ما يتوقف باستمرارية ما دام عندنا auto، يعني يستمر الديفيوجن اوف اوتو من الالفيولاي للكابيلاري للبلمونري كابيلاري. اذا الاف ار سي دو نوت اكزيت، اذا ما موجود عندنا اف ار سي، وير ويل بي فيور اريا تو ذا الفيولاي اند ذيرفور ليس اوتو ان ذا لانج. اذا ما عندنا اف ار سي موجود، راح يكون عندنا الاريا تو ذا الفيولاي الحويصلات اللي بيها اكسجين تكون قليلة، وبالتالي راح يقلل لنا الأكسجين اللي موجود باللنج ويسوي لنا مضاعفات هي الهايبوكسيميا ويسوي لنا الأتلكتسيس. فأول سبب بالأهمية الأفارسي هو أوتو بفر. ثاني سبب prevention of alveolar collapse، يمنعنا من التصاق الحويصلات. إذا FRC to not exit يعني expiration to residual volume alveoli would collapse، راح يصير بها collapse أو atelectasis، ومن صار إنه collapse أو atelectasis راح يعطيني result in VQ mismatch. VQ ال V هنا ventilation، ال Q perfusion mismatch. عرفون من يجي إحنا نعطي ventilation نعطي أكسجين، بعدين لازم الأكسجين شو يصير بيه، يصير بي perfusion حتى يعبرنا البلد. فإذا ما عندنا حويصلات منفوخة أو حويصلات normal صار بها كولابس، راح يصير لنا مس ماتش خلل، فما تصير عملية تبادل بالأكسجين وبالتالي يسوي لنا هايبوكسيميا. فري إكسبانشن أوف أتلكتيك ألفيولاي with every tidal breath would significantly increase the work of breathing. إذا بقت هاي الألفيولاي من كمشة وصار بها أتلكتسيس أو كولابس، حتى الجسم الريسبيراتوري سيستم يحاول يفتحها، لازم كل تايدل فوليوم يزيد الورك اوف بريثنج، وبالتالي يتعب المريض تعب ريسبيراتوري مسل، ويدخل لنا المريض بريسبيراتوري فيلر. ثلاثه اوبتيمال لانج كومبلاينس، خلينا المطاوعه للرئه بالقمه مالتها. زين فصار عندنا هنا، صار عندنا 3 reasons for importance of FRC، هي الاوتو بافر، بريفنشن اوف الفيولار كولابس، واوبتيمال لانج كومبلاينس. بالنسبة لك anesthetist، the FRC is of crucial importance to anesthesia. ليش؟ يفيدنا the FRC بشغلتين مهمة. أول شيء الأبنية، الأبنية تعرفون هو انقطاع النفس. الدزنية
هو difficulty in breathing، صعوبة التنفس، ديزنيا، أبنية، ماكو يعني ماكو نفس. فإذا ما عندنا FRC كافي بالداخل الضغط، إذا ما عندنا FRC كافي وما عندنا pressure الأكسجين كافي، فبالتالي راح يصير إنه يقللنا الأوتو ريزرفوار، خزين الأكسجين الموجود بالحصيلات راح يقل، وبالتالي فترة الأبنية راح تزداد. زين، فاحنا اذا المريض الفانكشنال ريزرفوار كباسيتي مالته عاليه، فالابنيه راح تطول، بدل ما يستهلك المريض الاكسجين بدقيقه واحده واحنا مطيه بري اوكسجينيشن، راح يمكن يطول لنا المريض 5 إلى 8 دقائق، وخاصه مثل ما قلنا فور اكزامبل ات اندكشن اوف انستيزيا، من نوم المريض، من نعطي ادويه مخدره او نعطي مرخيات عضليه، راح ينقطع النفس المريض. فالمريض لازم شو يستعمل؟ يستعمل الخزين اللي عنده. الخزين اللي عنده بالنورمال بوزيشن يستهلك خلال دقيقة واحدة، بس احنا حتى نتغلع نزيد الدقيقة لازم نزيد الفانكشنال ريزرفوار كاباسيتي، نعطي اكسجين للمريض قبل ما ينام حتى نزيد الاف ار سي. فعندنا اول أهمية هو بالابنية، يطول لنا فترة الابنية، بدل ما يستهلك الاكسجين دقيقة نزيده 5 إلى 8 دقائق. اثنين، يمنع لنا السمول اير واي كلوجر. اف ار سي فولز بلو ا سيرتن فوليوم سمول اير واي كلوز ريزلتنج ان فيكيو مسماتش اند هايبوكسيميا، حتى نحافظ على الالفيولاي او السمول اير واي يعني اوبن نوت كلوز، فلازم نعطي اوكسجين حتى ما يصير لنا في كيو مس ماتش، وبالتالي يصير لنا هايبوكسيميا. زين، هسه عندنا الاف ار سي، شنو الفاكتورز اللي يتاثر على الاف ار سي؟ الاف ار سي از نوت فيكست، مو شيء ثابت. ات از فوليوم، هو عباره عن فوليوم. is affected by بمن يتأثر؟ surgical, anesthetic and patient factors. يتأثرنا بعوامل جراحية وعوامل تخدير وعوامل تخص المريض نفسه. ممكن هو المريض عنده أمراض جهاز تنفسي راح تأثرنا على FRC. فهسه اشرح نعرف the factor that decrease FRC وال factor that increase FRC. أول شيء نأخذ decrease FRC، تقللنا FRC. أول شيء البوزيشن. البوزيشن FRC falls by 1 liter just by lying supine. مجرد المريض بس ينام سوباين راح يقلل لنا FRC 1000 مول. طبعا هذا بسبب شنو؟ من ينام المريض سوباين راح الحجاب الحاجز الدايفرام والأبدومينال كونتينت كلها راح ترجع تضغط لنا على الرئتين وتقلل لنا FRC. الفاكتور الثاني هو raised intra abdominal pressure، أي عامل يصعد لنا الضغط داخل الابدومن. فور اكزامبل الاوبيسيتي، السمنه، السمين عنده زياده بالانترا ابدومنال بريشر، البريجننسي، الحامل، الاكيوت ابدومن، كل اسباب الاكيوت ابدومن، لابروسكوبك سيرجري. ليش اللابروسكوبك سيرجري؟ لان بالعمليات النواضير، عمليات النواضير يحتاجون ينفخون سي او 2 بالابدومن. ليش؟ حتى يفصلون الأحشاء عن بعضها، وبالتالي تصير الصورة أوضح بالكاميرا، لأن بالعمليات النواضير يدخلون بكاميرا، ما يفتحون البطن بصورة كاملة، مجرد فتحة صغيرة يدخلون بكاميرا حتى يشيلون المرارة أو المبيض أو باقي العمليات. فكل اللابروسكوبك سيرجريز هي زايدين الانترا أبدومينال بريشر، وبالتالي شو تقللنا؟ تقللنا الأفارسي. ثلاثة، عندنا الأنستيزيا هم تقللنا الأفارسي، بغض النظر respective of whether ventilation is spontaneous or controlled. المريض هو صحيح ما أخذ anesthesia بمصر relaxant or not، يعني المريض يأخذ نفس طبيعي هو نايم أو لا، المريض إحنا مطيه مصر relaxant ومخليه لتيوب ورابط على الventilator، فهذا هو اثنينهن يقللنا الFRC. وطبعا cause unknown but thought to be related to decreased thoracic cage muscle tone and loss of physiological beam. السبب هو ممكن الثوراسيك كيج، القفص الصدري، المصل مالته التون يقل، فتنزل لنا على الحجاب الحاجز وعلى الرئتين، تضغط لنا على الرئتين فتقلل لنا الفانكشنال ريزرفوار كاباسيتي، او لوس اوف فيسيولوجيكال بيب. احنا بالنورمال المريض عنده هو فيسيولوجيكال بيب، البيب يقصد به هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، هذا بالنورمال. المريض من ياخذ انستيزيا هذا ينفقد البيب، فعاده احنا عندنا بالفنتليتر عندنا ارتفيشال بيب احنا نقدر نزيده له.
الفاكتور الرابع هو decreasing age، قل الأعمار الصغيرة مثل النيونيت اللي هم أقل من شهر، الإنفانت أقل من سنة، واليونج تشيلدرن هم ذول كلهم يصير عندهم الأفارسي قليل. خمسة عندنا lung disease، أكو بعض الأمراض عندنا تقلل الأفارسي، وبعدين هسه راح نشوف عندنا أمراض تزيد الأفارسي. الأمراض الرئوية اللي تقللنا الأفارسي هو البلمونري فايبروسيس، تليف الرئوي، وعندنا البلمونري أوديما، الوذمة الرئوية أو الورمة الرئوية، وأتلكتسيس اللي هو كولابس أوف الفيولاي، والأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. فصار عندنا خمس عوامل تقللنا الأفارسي، هي البوزيشن مثل من اللاينج سوباين، السوباين بوزيشن يعني، نكريز انترابدونال بريشر، واكزامبل عليه الاوبيسيتي بريجننسي، الاكيوت ابدومينال لابروسكوبك سيرجري، الانستيزيا بنوعيها الكنترول والسبونتينس فنتيليشن، الديكريزنج ايج اللي هو نيونيت انفانت يونج تشيلدرن. طبعا التشيلدرن او البيدياتريك ايج هو جوا ال 14 سنه، فوق ال 14 سنه هم دول الادلت. واخر شيء عندنا اللنج ديزيز اللي هو بالمونري فايبروسيس والبالمونري اوديما والاتركتسيس والاي ار دي اس. الفاكتورات اللي زايدين من الاف ار سي، اول شيء هو البوزيتيف اند اكسبيراتور بريشر، مثل ما قلنا هناك اذا لوس فيقلل، هنا عندنا لا البوزيتيف اند اكسبيراتور بريشر which is commonly used to maintain اف ار سي intraoperatively especially in pediatric anesthesia. دائما المرضى اللي هم بيدياتريك اصلا يقل عندهم الاف ار سي، فلازم شو نسوي؟ نتغلب على اف ار سي، نزيد لهم او نخلي لهم بيب، لانهم اصلا يفقدون الفسيولوجيكال بيب، فنزيد بالفنتليتر البيب. اثنين عندنا الانفيزيما. الانفيزيما هو مرض يصير بالرئه، الالاستيك تيشو اللي قلنا مو هي سوينا الانوارد الالاستيك ريكول، ترجع لنا القفص الصدري للداخل، هاي الالاستيك تيشو بالانفيزيما اللي هو معناه انتفاخ الرئه، هذا المرض يصير بها ديستركشن، فاللنج الالاستيك تيشو ديسترويد ريزلت ان ريدوس انوارد الالاستيك ريكول، يقلل لنا ما ترجع لنا اللنج، الإلاستيك المطاطية مالتها ما ترجع. ليش؟ لأن هاي الإلاستيك تشو يعني متفلشة أو متدمرة، فما يرجع، فدائما تبقى chest inflated. زين the balance between the force of inward and elastic recoil and outward springing of the thoracic cage is found at a higher volume. فيبقى أن chest منفوخ، فيسموه now patient have parallel chest. Parallel chest بعد عندنا منو؟ هناك عندنا decreasing age، هنا عندنا increasing age. increasing age من هم الادرلي كبار السن. ليش يصير عندهم الكبار السن زياده بالاف ار سي؟ نفس الميكانيزم مال الانفيزيما، الالاستيك ريكول، الالاستيك تشو اللي عندهم مو destruction بي، destruction يعني انفيزيما. هنا يصير عندهم الكوانتيتي اوف الالاستيك تشو مرور العمر، الالاستيك تشو الكميه مالته تقل. زين وبالتالي زيدنا الاف ار سي نفس الطريقه سيميلر مانر تو ذا انفيزيما، نفس الانفيزيما فيبقى التشيس منفوخ. اخر شيء عندنا الاسمى هو الربو، هنا انفيزيما قلنا انتفاخ الرئه، الاسمى الربو، بالربو كوز باي اير ترابينج اند هاي انترنسيك بيب، يصير عندهم زياده بيب البوزيتيف اكسبيراتوري بريشر عالي والاير ترابينج داخل الرئه، فهذا هم يزيد من الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتيز. زين هسه نجي على موضوع مهم هو البري اوكسجينيشن فور جنرال انستيزيا. ليش نطي البري اوكسجينيشن قبل التخدير، قبل ما ينام المريض نطي البري اوكسجينيشن؟ راح نحكي شويه فيسيولوجي. نورمال ادلت لاينج سوباين بوزيشن، المريض اللي ناين سوباين وادلت والاف ار سي مالته هو قلنا 2000 نورمال with a typical consumption of O2 250 مول بير منت. النورمال consumption استهلاك الاكسجين بالانسان الطبيعي هو 250 مول بالدقيقه الواحد. زين هنا المريض اذا هو التايدل الفانكشنال ريزيرف كاباسيتي مالته 2000
فراح يستهلك لنا الاكسجين اللي موجود بالرئه مالته خلال دقيقه واحده. ليش؟ لان هاي ال2000 الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي هي مو كلها، هاي ال2000 هي مو كلها اكسجين، واضح؟ هي مو كلها اكسجين، لان نسبه الاكسجين تعرف الاير اللي ياخذه، الاير يعني الهواء الجوي، الهواء الجوي هي ميكس، هو مجموعه خليط من الغازات، منه اعلى نسبه، اعلى نسبه هو النيتروجين اللي يتجاوز السبعين، بعدين يجي وراء الاكسجين 20، وبعدين سي او 2، وبعدين الهيليوم والانر غاز، الغازات النبيله الثانيه. زين، فهنا اذا طلعنا نسبه الاكسجين بالألفين اللي هي 21% من الألفين، راح المريض يستهلكها بدقيقه واحده، لان هو 250 مول بالدقيقه الواحده، يعني تقريبا هو 250 مول اكسجين موجود عندنا، فهذا كله راح يروح بدقيقه واحده. فاذا نام المريض دقيقه واحده، نيمنا فعندنا دقيقه واحده لازم احنا يلا نخلي الانتريكل انتوبيشن، نعطي المريض اكسجين، يلا نتغلب على الهايبوكسيا. فكريتيكال هايبوكسيا اكر ايفن مور رابيدلي ان بيشنت وذ ريدوس اف ار سي اور ان انكريز ريت اوف اوتو كونسبشن، او مرات اكثر المرضى اللي هم عندهم اف ار سي اقل، راح اقل الدقيقه ممكن يصير عندهم هايبوكسيا، او المرضى اللي عندهم الريت مال استهلاك الاكسجين اعلى من النورمال. هذا بالنورمال تعرفون الاوتو كونسبشن يزداد بحالات زياده استهلاك الاكسجين، اذا المريض تاكي كارديا، اذا المريض فبرايل مسخن، فاستهلاك الاكسجين اكثر، فيصير انه مو 250 مل بالدقيقه، ممكن اكثر، وبالتالي يصير عندهم هايبوكسيا اقل من دقيقه، ما يوصل الى الدقيقه. زين، البري اوكسجينيشن شنو هو؟ انفولف ذا بيشنت بريثينج 103 مينيت اوف 100% اوف اوكسجين، المريض يستنشق لنا اوكسجين مده 3 دقائق قبل من قبل الاندكشن اوف انستيزيا، قبل ما نعطي اندكشن للمريض نخلي المريض نقول له اخذ استنشق اوكسجين. طبعا الاكسجين اللي عندنا في صاله العمليات هذا مو اير، لا هذا هو 100% او2، يعني تركيز الاكسجين ب 100%، مو مثل الهواء الجوي اللي يستنشقه بالهواء الجوي، لا هذا الهواء الجوي اللي يستنشقه قلنا هو ميكس CO2 نيتروجين واكسجين، بينما اللي نعطي احنا موجود بالقناني او الاكسجين المركزي او من المشين هذا تركيز الاكسجين 100%. فشنو البري اوكسجينيشن؟ نعطي للمريض 3 دقائق 100% اوف اوكسجين قبل الاندكشن اوف انستيزيا. ايش راح يسوي لنا المريض هو من اخذ 3 دقائق اوكسجين؟ الاوفر تايم خلال الوقت، احنا المريض مستنشق هواء جوي، فالرئه مالته هي مو بس اوكسجين، بيها نيتروجين وسي او 2 واوكسجين، فخلال الوقت المريض من اللي ياخذ 3 دقائق، فيصير النيتروجين مولكيول اللي موجوده جزيئات النيتروجين ضمن الاف ار سي ار ريبليس باي اوتو مولكيول، يجي الاكسجين ياخذ مكان النيتروجين، طلع النيتروجين برا وياخذ مكانه. اف ذا سيم سوباين بيشنت از ابوف هاد اف ار سي فول اوف اوتو، اذا نفس هذا المريض اللي قلنا هو الاف ار سي مالته 2000 كل النيتروجين تبدل كله طينا صار مكانه اوتو، ذير لان وود كونتين 1800 مول اوف اوتو، اللي هي تقريبا مقاربة لل 2000 slightly less than a full of RC of 2000 mol as the alveoli also contain CO2. ليش؟ ما صارت كلها 100% 2000 كلها أكسجين، لا بقى عندنا CO2 اللي تقريبا هو 150 إلى 200 مول، هذا موجود وين؟ بالحويصلات، لأن يعني بعملية الأيض اللي تصير وإنتاج الطاقة الـ ATP راح الخلايا مو تاخذ الاكسجين، الدم ياخذ الاكسجين من الحويصلات يرجع لها سي او 2، فهم باقي عندنا سي او 2، فالكميه هنا زياد الفوليوم 1800 مول، هاي كلها اكسجين، وبالتالي هاي ال 1800 كلها اكسجين ايش قد راح يطول المريض يلا يصير عنده ابنيه؟ هناك قلنا دقيقه واحده، لان كان تقريبا الاكسجين تركيزه اللي موجود هو 250 مول، من الألفين كلها يلا 250 طلعنا أكسجين، فأكيد يروح بدقيقة واحدة، إحنا لا صار عندنا الأكسجين 1800، فإذا بالنورمال يستهلك لنا 250 مول، جت تقريبا يطول لنا المريض، فيطول لنا المريض تقريبا 8 دقائق يلا يصير هايبوكسيميا. فبالتالي هذا شيء زيدنا الأوتو ريزرفوار would allow the anesthetist 8 minutes to secure the airway before onset of hypoxemia، وبالتالي ينطينا 8 دقائق المريض ما يصير هايبوكسيا،
ونقدر نتأخر بالتيوب أو difficult intubation. طبعا هاي الثمانية مو typical ثمانية، بتكون أقل خاصة إذا كان البوزيشن مالتنا مو صحيح، إذا الماسك لزمة الماسك مالتنا مو صحيح، ما طينا المريض أكسجين كافي، إذا طفل، إذا لزمة البوزيشن مالت النيك وهكذا. هسه عندنا خلصنا الموضوع اللنج فوليوم اند كاباسيتيز، عرفنا المخطط مال اللنج فوليوم اند كاباسيتيز، عرفنا النورمال فاليوز، عرفنا عندنا اربع فوليومز وعندنا اربع كاباسيتيز، وبعدين دخلنا بالكلينيكال ريفيلنس مالتهم شنو علاقتهم بهذا الفوليوم، اذا زيدناه شو سوينا؟ سوينا فوليوتروما. وبعدين حكينا على الاف ار سي، شنو هو الاف ار سي، شنو العوامل اللي تصعده وشنو العوامل اللي تنزله، وبعدين شنو عرفنا أهمية البري أوكسجينيشن، شنو الميكانيزم مالتها. هسه راح نجي على الأوكسجين كاسكيد. عملية الأوكسجين كاسكيد إيش نقصد بها؟ الأوكسجين كاسكيد is a term used to describe the transfer of O2 from the inspired air to its site of use in the mitochondria. هو عملية انتقال الأوكسجين من الهواء الجوي، من يجي من الهواء الجوي لحد ما يدخل لنا داخل التشو، لحد ما يوصل لنا البيوت الطاقه هي الميتوكوندريا حتى ينطينا اوتو. هذا كله يسموه اوكسجين كاسكيد، هو شلال يعني يبدينا طبعا من ضغط عالي الضغط الجوي لحد ما ينزل لنا الاقل ضغط اللي هو داخل الميتوكوندريا. The transfers along this pathway is down a partial pressure gradient until it's reach its lowest level in the mitochondria. يبدينا من ضغط عالي مثل ما قلنا الضغط الجوي لحد ما يوصل لنا للميتوكوندريا أقل ضغط. هذا هو الرسم مالته مهم تباعه هنا. هذا هو ال PO2 مليمتر ميركوري، هذا ضغط الأكسجين هنا، هذا عندنا الأتموسفير، بعدين لحد ما يوصل للميتوكوندريا باعه أخذناه من الهواء الجوي كان الضغط مالته 150 مليمتر ميركوري، بعدين من أخذناه ودخل بالجهاز التنفسي راح رأسا يختلط ويا من ويا البخار اللي موجود عندنا بالجهاز التنفسي بالأنف والقصبة الهوائية، فمجرد راح يصير فيصير فابور اللي هو البخار يختلط ويا راح يقلل من ضغطه فراح يقل، بعدين يدخل لنا بالحويصلات بالألفيولاي رام راح يختلط لنا ويا سي او 2 موجود هم راح يقلل من عده، بعدين وصلنا للكابيلاري حتى يصير تبادل من الألفيولاي للأرتري لحد ما يوصل لنا آخر شيء للتشو للميتوكوندريا بأقل pressure. فعندنا steps in the cascade is as follow. فالستيبز اللي راح يتأثر بها الضغط اللي جاينا من الضغط الجوي لحد ما يوصل الميتوكوندريا أكو عوامل. فأول عامل عندنا هو الهوميديفيكيشن، الترطيب. فالهواء الجوي ما راح يجينا، يجينا dry. فالدراي atmospheric air contain مثل ما قلنا تقريبا 21% O2 giving a partial pressure. إيش قد يعطينا الضغط الجزيئي؟ 21 كيلو باسكال based on atmospheric pressure of 101 كيلو باسكال. As this gas is inspired it is diluted by water vapor reducing the partial pressure of oxygen to تقريبا 20. زين، فراح شنو الأكسجين الهواء الجوي اللي أخذناه من برا أول ما يدخل الجهاز التنفسي راح يصير له عملية الهوميديفيكيشن، راح يصير له ترطيب. الترطيب يبدينا من النوز من الأنف بالقصبات الهوائية والنيزوفارنكس، راح هذا البخار يختلط لنا فيقلل لنا الفابور اللي هو ووتر فابور بخار الماء، يقلل لنا ريدوس بارشر بريشر فور اكسجين الى 19 كيلو باسكال. فبدينا بضغط 21 نزل لنا صار لنا 19. بعدين وين وصل الاكسجين؟ عبر القصبة الهوائية دخل بالحويص دخل بالقصيبات لحد ما وصل لنا المن للالفيولار. فهنا من عندنا العامل الثاني هو الالفيولار غاز. On reaching the alveolus the O2 of inspired gas is further diluted by CO2. مثل ما قلنا اكو عندنا CO2 موجود بالحويصلات، فهذا راح يصير للO2 يصير للديلوشن، ومن يصير للديلوشن راح يقلل الضغط مالته leaving the blood. A normal value of PaO2 هي البريشر اوف الالفيولار O2 and the subject breathing air is around 13 كيلو باسكال. فهنا بالحالة شنو؟ باعوا هنا صار 19، من دخلنا الأفيولاي صار لنا 13، بدأ ينزل أكثر. بعد عندنا الفاكتر راح بعدين يصير بي من يوصل الأفيولاي لازم يتخلص من الأفيولاي حتى يدخل لنا بالبلد أكو كابيلاري بارير، فالكابيلاري بارير راح يعبرهم
من يعبر الكابيلي بارير عندنا الالفيولار ارتريال بي او تو ديفرنس، راح الضغط مالته يتاثر بالالفيولا قلنا كميته بالمقدار 13، بعدين راح من يوصلنا الارتري راح يقل اكثر. زين، فالالفيولار تو ارتريال بي او ديفرنس سيجنيفيكنتلي انكريز ديورينج جي اي از ا ريزلت اوف ديفلوبمنت اوف اري اوف لو في كيو مسماتش ريشيو ان اتركتسيس. فهذا قلنا الالفيولار ارتريال بي او تو ديفرنس، التغير الموجود من الحويصلات للارتري. واخر شيء عندنا از ارتيريال بلاد انتر ذا ارتريول ان كابيلاريز، بعدين من يدخل لنا الارتيريال بلاد يدخل لنا بالارتريول بالشرينات اللي هي مصغر الارتري شريان، وبعدين يدخل لنا بالكابيلاري بيجن تو ديفيوز اوت اوف ذا بلاد فيزل انتو ذا سراوندينج تشو، يدخل لنا بالانسجه القريبه لحد ما يوصل وين تو ريتش ذا ميتوكوندريا auto must be pass greater barrier than in the lung. تجي من يوصل الميتوكوندريا عندنا بعد مجموعة barriers هن حواجز اللي هو منو systemic capillary endothelial cell capillary basement membrane interstitial space across the cell membrane of the tissue through the cell cytoplasm across the mitochondria membrane. تاني كلهن الأخشية يعبرهن لحد ما يوصل لنا للميتوكوندريا. At its point of use من يوصل النقطة اللي يستعمل بالميتوكوندريا الـ PO2 will be highly variable. من يوصل لنا النقطة للميتوكوندريا اللي راح الميتوكوندريا تستعمل حتى تحرر الطاقة فيكون highly variable يعني متغير. But it is accepted that aerobic respiration can occur within any PO2 greater than 15.15 كيلو باسكال. وبهاي الحالة لكن عملية التنفس الهوائي ممكن تحدث بضغط أكثر من 0.15 كيلو باسكال. This value being known as the Pasteur point. وهاي الفاليو اللي هي greater than 0.15 كيلو باسكال يسموها هي Pasteur point. زين، هذا هو الرسم اللي خليته عندكم بالمحاضرة اللي هو الأكسجين كاسكيد. كلش مهم، صار عندنا رسمين بهاي المحاضرة اللي هو لنج فوليوم والأكسجين كاسكيد. باعوا هنا الأكسجين كاسكيد هنا عندنا ضغط الأكسجين، ذات باعوا ضغط الأكسجين هذا هنا، وهذا عندنا اللوكيشن كل برانش بالأتموسفير، هذا هو بالضغط الجوي هنا، هذا الضغط الجو هو جد قيمته 21 ذات باعوا هذا بالكيلو باسكال 21. بس دخل لنا الجهاز التنفسي صار له موديفيكيشن، هذا الفاكتور الاول اللي قلنا هذا الموديفيكيشن صار له ترطيب، فصار عندنا اختلط ويا من ويل فابور ووتر فابور بخار الماء اللي موجود بالجهاز التنفسي، فنزل جير نزل لنا 20 صار. بعدين وصلنا الالفيولاي، الالفيولاي مثل ما قلنا بها شنو بها سي او 2 فصار له ديليوشن، فنزل لنا صار لنا 13 هنا صار لنا 13. بعدين صار له ديفيوشن من البارير اللي موجود حتى يدخل لنا بالكابيلاري صار 10، وبعدين صار لنا 6.5، بعدين 5، الى ان وصل لنا باقل بريشر اللي هو قلنا تقريبا 0.15 بالميتوكوندريا حتى ينتج لنا عمليه انتاج الطاقه، يعني استعمل الاكسجين وصل الاكسجين للميتوكوندريا. هي الميتوكوندريا راح تدخل بسايكل اللي معقده هي كريب سايكل اذا تذكروها، هي بعملية إنتاج ATP. هاي نهاية المحاضرة، المحاضرة قصيرة بها تعاريف هواي وبها رسومات اثنين مهمات. إن شاء الله يكون الشرح واضح، وإن شاء الله نلتقيكم محاضرات ثانية معنا. شكرا جزيلا.